واتوقع جدا انه هيستمر. والاهم في الموضوع ان يعني امبارح واول امبارح ولغايه امبارح بالليل يعني اللي متابع صفحات الرياضه على السوشيال ميديا انا مبسوط قوي الناس ما بتتكلمش لا لازم يلعب كذا صح. بس خد بالك عشان انا هسالك عن توقعاتك للتشكيل. لا كيروش معروف انت حفظتها. كيروش معروف خلاص يعني الراجل هي المهم توظيف اللعيبه في الملعب صح. يعني في شويه حاجات طبعا عشان الاصابات اللي عندنا بس ابو جبل يعني اخبار من جوه المعسكر ابو جبل هيبتدي محمد عبد المنعم مين بقى هيلعب جنب محمد عبد المنعم يعني كان في شك ان صبحي ولا يلعب لا ابو جبل ابو جبل اللي هيلعب خلاص ابو جبل واقف في حراسه المرمى النهارده يعني الموضوع ما كانش مزق زي ما الناس كان بعضها فاكر لا هو كان اجهاد على شد مع ضغط عصبي الحاجات دي ممكن يعني تعمل بعض الاصابات انا بس اتمنى انه ما يجيش على نفسه يعني لو حس انه مجهد لا ما فيهاش يعني ما فيهاش مجال يعني يعني الشجاعة حلوة طبعا الشجاعة حلوة بس يعني ابو جبل في الماتش اللي فات بكل تأكيد يعني كان قد المسؤولية بس في كام كرة كده بعد ما اتقال له اتغير ما كانش بينط مش قادر ينط يعني لان رجله مصابة فلو واحدة منهم كانت بين الثلاث خشبات كانت ممكن تعمل مشكلة كبيرة ده زائد ان اللعيبة يعني كانت خايفة ومتوترة الكرة توصل لل 18 فيعني ان شاء الله يبقى موجود نقطة بقى المهمة جدا زي ما بقول لحضراتكم امبارح الناس كلها ما كانتش بتتكلم في لازم كيروش يلعب مين او مين اللي هيتحط مكان كذا في نوع من انواع الثقة اللي اتبنت مع كارلوس كيروش في هذه البطولة ودي نقطة مهمة جدا ومكسب مهم جدا 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 لان انت اصبحت النهاردة في نصف نهائي بطولة أفريقيا أهم بطولة قارية للمنتخبات طبعا في القارة الأفريقية واحدة من أهم البطولات في العالم يعني كل المحترفين الأفارقة بيرجعوا يلعبوا هذه البطولة فأنت بنيت ثقة عشان يبقى عندك فرقة قوية واقفة على رجليها تقدر تلعب السنغال إن شاء الله في الفاينل وإن شاء الله في تصفيات النهائية يعني اللي بتوصلنا لكأس العالم اللي هنلعبها في شهر مارس إن شاء الله عندنا ماتش الأولاني يوم 24 مارس 2022 مع السنغال في مصر والماتش الثاني هناك في داكار فدي نقطة مهمة جدا النقطة الثانية هي مش عايز أقول التصريحات المتبادلة ومش عايز أستخدم كلمة حرب التصريحات لأن كيروش كان رده يعني في السوادة على هذه النقطة تحديدا لما تسأل أول امبارح والتصريحات اللي خارجة من الجانب الكاميروني مصر عندها مهارات وإحنا ما عندناش مهارات وياريت نوصل لمهارات مصر روجي ميلا اللي قايل كده لطيف ماشي بس يعني الكاميرون اللي ما فيهاش مهارات فيها اتنين روس حربة مع بعض جايبين 11 جول في البطولة تقريبا هما الاتنين منهم واحد كده ما شاء الله طول بعرض يعني أبو بكر ده يعني محتاج حد يكون واقف على رجله وثابت كنا نتمنى ان حجازي يكون موجود عشان يقدر يعوض فرق اللياقه البدنيه بطول وقوه الجسمانيه فان شاء الله النهارده اللي هيكون مكانه هيسد سواء كان عفوا محمد عبد المنعم هيلعب اساسي لو الونش لعب هيبقى موجود وهيأدي بدور واضح في هذه المباراه امبارح التفصيلة بتاعة الطائرة الدرون اللي كانت موجودة فوق الملعب وكيروش وقف التدريب بسببها الجانب الكاميروني قال ده تأمين للملعب لأن كمان منتخب الكاميرون كان عنده تدريب في نفس الوقت في الملعب المجاور لملعب تدريب مصر ماشي تأمين عظيم احنا هنتقبل ان هو تأمين بس برضو يعني مصريين مش بلعينها قوي صراحة يعني بلغة الكرة مش بلعينها قوي في تفاصيل كتير بقى في هذه المباراة بس اللي عايزين نأكد عليه يا جماعة مهما كانت النتيجة نتمنى النهاردة ان احنا نكسب بكل تأكيد مش عايز بقول بقى كلام دبلوماسي يعني بعيدا عن اي دبلوماسية انا هنسى كل حاجة وهفتكر بس ان انا بشجع الكرة ومن مصر احنا النهاردة ماتش صعب جدا جدا في احتمالية ان احنا نكسب في احتمال ان احنا نكسب في احتمال ان احنا نخسر لا قدر الله في احتمال ان احنا نخسر كاميرون فرقة تقيلة بتلعب على ارضها بعيدا عن اي تفاصيل تانية في البطولة في التنظيم ارمي ده كله على جنب منتخب مصر ومنتخب الكاميرون بيلعبوا مع بعض على ارض الكاميرون ماتش صعب جدا
عندهم اتنين روس حربة تقايل، عندهم دفعة جماهيرية قوية، عندهم شحن من دولتهم ان هم يلا كسبوا البطولة مش هتخرج من الكاميرون. فالمباراة صعبة مش سهلة، وانت بتعاني من اصابات كتير. ابو جبل قدم مسؤولية، ابو جبل قدم مسؤولية، بس عشان نبقى صراحة مع بعض، ما هوش الحارس الاساسي رقم واحد في مصر. محمد الشناوي هو الحارس الاساسي اللي موجود بيسد المكان بكل تأكيد، بس احنا عندنا عدد من الاصابات وحضراتكم عارفين بكل تأكيد. اكرم توفيق الباك اليمين غايب، عمر كمال بيأدي. الاثنين مساكين بتوعنا متغيرين، محمد عبد المنعم ظهر في هذه البطولة فقط. مش بحاول اكسر مقادفنا، لا، بس بحاول افكرنا احنا كنا رايحين البطولة بنعمل ايه والنهارده بقينا بنعمل ايه. النهارده احنا على خطوة من النهائي، لو حصل لا قدر الله لا قدر الله وخسرنا هذه المباراة، ارجوكوا بلغة الكورة ما نعلقش المشانق للجهاز الفني ولا للجهاز الإداري ولا للعيبة. الخطأ وارد في كرة القدم، أيمن أشرف خطأه في المباراة السابقة في البنالتي في أول ست دقايق بتحصل لأعظم لعبة العالم. لو كنا خسرنا الماتش اللي فات مع المغرب كان أيمن أشرف الناس راحت وجت في سيرته وفي لعبه و و و الحمد لله إن احنا كسبنا فالناس تغاضت عن هذا الخطأ، لكن الأخطاء واردة في كرة القدم. هنقف نشجع فريقنا، هنقول يا رب نكسب، وإن شاء الله هنكسب، عندنا القدرة إن احنا نكسب. لكن لو حصل وخسرنا، وانا مش بفول ولا بقول، لان 50% و50% زي ما قلت لحضراتكم، يا ريت ما نعلقش المشانق لاي من اطراف هذه اللعبه، من اول اتحاد الكوره لحد اخر واحد في المنتخب. كل التوفيق للمنتخب، ان شاء الله عندنا القدره فعلا 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 ان احنا نكسب. النهارده حلقه من صباح الخير يا مصر مخصصه لهذه المباراة، إن شاء الله هيبقى معانا الكابتن هاني رمزي نجم منتخب مصر، ويعني في بقى سي في طويل جدا 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 حضراتكم أكيد أدرى مني بيه. هنتكلم كتير عن هذه المباراة، هيكون معانا بعض الأخبار الحصرية إن شاء الله عن التشكيل المنتظر اليوم وأخبار من معسكر منتخب مصر في آخر فقرة من البرنامج إن شاء الله. من بعد الساعة 9 هيكون معانا كل هذه التفاصيل الخاصة بمنتخب مصر وهذه المباراة.